مثل ما كسروا الجدار الرابع بحمل رباعات الوجبة الموزعة بمناسبة حفل الزواج السعيد، كسر ممثلو مسرحية اكس ال حاجز المجاملات الفنية، فسرعان ما تحول الفرح إلى مأتم بسبب إطلاق رصاصات عشوائية استقرت في جسد فتاة بريئة. ولم ينئ العمل عن حمل إسقاطات واقعية أخرى حول الفتن والشائعات التي تجد آذانا مصغية في كثير من البيوتات. حبيت نوصل فكرة للمجتمع الليبي، نوصل فكرة للليبيين من خلال هذا النص أو للشارع الإجدابي بالتحديد بمدينة إجدابي، نوصلهم أن هذه هي السلبيات اللي احنا نشاهده فيها الآن، هذه السلبيات اللي تقوموا بها أنتم. أما مركز الشرطة الذي يفترض به خدمة الشعب كما يقول جداره، فهو من جانب عرضة لضغوط تنجح غالبا في إطلاق سراح المجرمين بقوة السلاح إزاء ضعف قوة الحق. شخصية فحمة شخصية سلبية في المجتمع، دائما تأخذ السلاح كقوة، كفرض نفوذ، كفرض شخصية. ومن جانب آخر تتردى الشرطة ذاتها ما بين تخلفل فرض القانون واحتياجات ملحة ليس التموين أولها ولا السلاح آخرها، كل هذا في شارع اكس ال ومسرح مدرسة بسيط. وبدا للعيان واضحا أن الصعوبات الجمة لم تفلح في إعاقة ولادة العمل. الله نقوله نحن إن شاء الله بإذن الله حنستمر يعني في المسرح في مدينة جدابية، وحنحاولوا أن نحن نموه برغم أن ما فيش إمكانيات وما فيش مسرح. يعني في جدابية عند الآن ما فيش مسرح نعرض فيه عروضنا القادمة. يعني مسرحية شارع أكس أل طرحت سلبيات المجتمع الأخرى كالتعدي على الممتلكات العامة، فهذا الرجل يدعي ملكية قطعة أرض أبا عن جد وفي حقيقتها هي ملعب لكرة القدم. أما الحضور من جانبهم فأبدوا إعجابهم بالإسقاطات المحكمة، وأخذ المجتمع يرصد نفسه عبر مرآة المسرح، وبدا المشاهد المندهش كتلميذ مصغ لأستاذ يقول كلمته. أهالي جدابية نبيهم على الأقل كما تقولي يمشي يدعموا ويجن النساء ويحضرن المسرحيات الجميلة اللي تعالج مشاكل من مشاكلنا وتعالج في الجو متاعنا. مدينة جدابية بها 4 فرق مسرحية، وللأسف لا وجود ولا حتى لخشبة مسرح واحدة تعرض من خلالها أعمال هذه الفرق، لكن شباب شارع اكس ال يريدون ان يثبتوا ان باستطاعتهم انتزاع حقهم في الوجود على ساحة المسرح الفني في ليبيا. علي حامد العريبي، ليبيا لكل الاحرار، جدابيه.